رجعنا مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل لفقره السوشيال ميديا ونبتديها مع نجمنا صلاح محسن لاعب النادي الاهلي، واللي احتفل بكتب كتابه، نشر صوره على انستغرام وكتب تمت بخير الحمد لله. كمان ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي نشر صوره على صفحته على تويتر وعلق عليها وقال او كتب: قل للذين فوضوا امرهم لله ان الله لن يخذلهم ابدا. كمان عالميا نشر محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي صور على تويتر من مباراه امبارح مع وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي او بريمير ليج، واللي تالق فيها واحرز هدف وصنع الهدف الثاني. نشر كمان لوفرن لاعب ريس صوره على الانستغرام من المباراه وكتب ثلاث نقاط: شباك نظيفه، هذا كل ما حدث، احسنتم يا شباب. كمان نشر جيمس ميلنر صوره على الانستغرام مع فان ديك واللي احرز الهدف الثاني وكتب: حلم كل طفل في الكريسماس ان يحتضن رجل كبير يرتدي الزي الاحمر وله لحيه مضحكه. كمان نشر روبرتسون صوره مع فان ديك على الانستغرام وكتب: ظروف صعبه الليله ولكن نتيجه رائعه، فان ديك شخص مختلف، ان يديه اكبر من وجهي، عيد ميلاد سعيد للجميع. كمان فان ديك نشر صوره من المباراه على الانستغرام وكتب: فوز كبير وشباك نظيفه، لقد كان الاولاد رائعون، احساس عظيم، احرز اول هدف لي في الدوري الانجليزي لليفربول، نراكم في البوكسينج داي. كمان نشر أليسون بيكر حارس مرمى ريد صورة على تويتر من المباراة كتب: فوز كبير الليلة على وولفرهامبتون، ثلاث نقاط وشباك نظيفة. نشر كمان الحارس البديل صورة لصلاح وفان ديك على الانستغرام وكتب: هذان اللاعبان استمتعوا بنهاية الأسبوع والكريسماس يا ريدز. نروح لكأس العالم للأندية النهاردة، طبعا زي ما انتم عارفين نهائي البطولة ما بين العين الإماراتي وريال مدريد الأسباني. الصفحة الرسمية لنادي العين الإماراتي على تويتر نشرت صورة وعلقت عليها وقالت: معا لصياغة تاريخ بأحرف من ذهب، ورسم فرحة للوطن. بنتمنى التوفيق طبعا لفريق العين الإماراتي، إن شاء الله يقدروا يفوزوا النهاردة باللقب. كمان سيرخيو راموس كابتن ريال مدريد الأسباني نشر صورة على تويتر من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة كتب: جاهزين للاستمرار في صناعة التاريخ، هيا لنحرز لقب آخر. ماركو سانسيو لاعب ريال مدريد الأسباني واللي هيغيب عن المباراة للإصابة نشر صورة على تويتر وكتب: اعمل بالفعل من أجل العودة في أسرع وقت ممكن. نشر كمان أندري سيلفا لاعب إشبيليا صورة على تويتر وعلق: تنافس مع نفسك. نشرت كمان صفحة نادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر صورة للاعب السابق بابو نيدفيد مع جائزة البالون دور وكتبت: في مثل هذا اليوم عام 2003 فاز نائب رئيس النادي بابو نيدفيد بالبالون دور. كتب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على تويتر رسالة شكر لكل واحد هناه في عيد ميلاده وقال: شكرا لكل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد، نحن معا. كمان بول بوجبا لاعب مان يونايتد نشر صورة على الانستغرام مع طفل من الأطفال المرضى وكتب: سعيد جدا بالتواجد مع الشخص أو الأشخاص الذين يحبوننا، تقولون أنني مصدر إلهام لكن في الحقيقة أنتم مصدر الإلهام لي، دعواتي لكم بالشفاء. أخيرا نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو من تدريبات فريق أتلتيكو مدريد تحت عنوان أنتوان غريزمان في أفضل أيامه. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني.